وحنا خارجين غادي نقابلين الطريق. المهم غادي نمشيو للاكار محطه ديال التران. البلد ديالي اخيرا وصلنا. وصلنا بخير وعلى خير للمحطه. ها هي وصلنا الحمد لله مزيان وبخير وعلى خير. ايوا ودابا غادي نخرجوا باش غادي ناخذوا الكونفور باش نمشيو للاوتيل وندوزو جمعتنا نشوفوا شنو كاين في ريستورون في بلاصه نتاو فيها. حنا باقي ما تغديناش ان شاء الله يكون خير. ديالي حنا وصلنا دابا المحطه ديال مراكش. دابا غادي نخرجوا. يلا سمعوني سمعوني الدنيا عامره بزاف ما بغيتش نبقى كنصور راكم عارفين. جينا لهذا المطعم هذا سميتو سناك لا بلاس وخدينا هذا السلطه نيسواز وكذلك غادي خديت دومونديت واحد البلا ديال الدجاج وغنقدروا ندومونديو حتى شي بيتزا ولا شي حاجه اخرى. المهم داكشي اللي غادي ناخذو غادي نشاركو معكم. اكيد السلطه نيسواز كدير ب 15 درهم. ايوا هادشي اللي كاين. والاوتيل حتى نمشيو نصورو لكم اوتيل كيف كيقولوا اوتيل ديال الشعب رخيص وزوين وقريب للجامع الفنا قريب لكل شيء. المهم انا ناكل وانتم معايا. هانتوما الكبيدات ديالي هاد الضحايا. هانتوما خديت الدجاج مع فريت والمريقه ديالو وغيجيب لنا زويتنات كدير ب 25 درهم. المهم كتحسوا براسكم كتاكلوا واحد الماكله اللي نقيه وزوينه. هادشي اللي كاين صافي. هانتوما زويتنات والخبز مازال يجيبنا الخبز وصافي صحة وراحة إن شاء الله. زوين زوين أخانتي أخانتي راه كنعرضك. هما عندهم العصير زوين ومرحبا بكم عندهم. وأصلا الناس ديال مراكش ضيافين. ها هو باش تعرفوا. ها هو هانتوما هي جامع الفنا يعني منورة يعني كاينة كاين ما يتشاف راه عامرة. غزالات ديالي الفنات. المهم هادي هي جامع الفنا راه يعني كاين الناس كاينة الماكلة هكا على برا ولكن فقط الحاجات اللي ما كاينينش بالنسبة للناس اللي غيبغيو يجيو لمراكش ومترددين ولا شي حاجة. الجو زوين بزاف بزاف الجو كيحمق. كاينين هنايا يعني كاينين هنا في جامع الفنا النقاشات كاينين بلاصه الماكله كاين الا الحلاقي هما اللي ممنوعين هما اللي ما كاينينش راكم عارفين مع الوباء ما كاينينش الحلاقي هنا ما كاين حتى شي حاجه غير الماكله. جو زوين الناس كلشي خارج الدنيا عامره بزاف صراحه جو زوين بزاف. انا كنصحكم اللي بغى تجي مرحبا بها. هذيك الكافي اللي كانت شحال هذه الطرسقات ديال اركان راه مصفوقوها ولات زوينه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نتحركوا نتمشاو شويه غنمشيو من جهه جامع الفنا يمكن غير ما غنتحرك الكتبيه ولا نتحرك شي جهه اخرى. المهم فين ما مشيت ها نتوما معايا ما تمشيو فين. صراحه بغينا حتى نرتاحوا نرتاحوا بعد اليوم اللي خرجنا غير حلينا وغنرجعوا للاوتيل تعال من بعد ونعمل معكم الدويرات كل ما مشيت اجي ناخذ شي حلوات. سلام وعليكم السلام. صافي تعملي
هانت المغزلات ديالي هنايا كاينه كنافه كيدعي فيها هاد الولد هذا زوينه زوينه بخصوص هذه ديال البيستاش هذه اللي خديت انا كتحمق شي حاجه واو خيال كدير 6 دراهم الغزلات ديالي شوفوا جيت لهنايا في وسط جمال فنا واحد الصديق ديالنا هنايا داير هادو كيبيع فيهم المهم كل وحده اكيد غتكون كل وحده والثمن ديالها ولكن انا قلت لهم صور ما رداش في وجهي ثوما شحال زوينين كيحمقوا هو راه ديما هذه البلاصه ديالو اذا جيتو جمال فنا وبغيتو تاخذوا منه ايوا مرحبا و الف مرحبا عندك هي الحبايب ديالي جمعتنا بالليل شوفوا كيف دايره نصوركم غد بابا ديجا جمعتنا بالليل وهذا الفرنس هذا الفرنس هانتو شوف مرحتا هو بالليل بزاف شبع مور كاين حتى المحلات ديال مروة وناد الصوب هذا محل خاص شوفوا هذا البنات شوفوا شحال غزال عامر السكان هذا المهم هنا ارزو كاين ما يتشاف هنا بالليل الصراحه باقي الناس خارجين الدنيا عامره بزاف الدنيا عامره انت مغزلات ديالي الوضع اللي خدينا هنا نقي وزوين ورخيص بزاف هانتوما كيف كتشوفو ها هو الباب هاي الدخلة ديالو هذا غير فندق عادي يعني قضينا به نقضيو به هاد اليومين هادي هانتوما عاملين هنايا لافابو خلاص هاد الجيل جبتو معايا انا عاملين هنا واحد المرايا هنايا كاين بلاكار لتحت اللي فيه واحد فيه كتنزلو الصبابط ديالكم وفيه واحد السليله ديال على حساب بوبل اعزكم الله كاين هنا واحد الطبيله اللي نزلت فيها غير هنا دوك البقيقصات هاد الشيء اللي جبت معايا دابا معايا الا شربنا العصير جبت معايا العصير جبت معايا هذا المادلين وجبت معايا دانونات على حساب الليل حنا صافي راكم شفتونا كلينا ديك البركه اللي قسم الله ها نتوما فيه كاما وحده هنايا كبيره كادر هنايا كاين ديك النافذه تما كتطل على البرانس دان البرانس جمع فنا كتبيه كلشي كاين حدا هاد الاوتيل هادي الا بغيتو تجيو ليه سميتو اوتيل السلامه فيه كاما وحده اخرى ولا ناموسيه وحده اخرى اللي نزلت فوق منها المانيطات ديالنا وفيه واحد الكرسي صافي المهم كيجي بحال هكا الاضاءه شويه ناقصه هنايا ولكن مزيان حنا راه دخلنا دابا ختمناها بالكلاص ودخلنا بحالنا المهم كان هذا هو الشومبر خدينا من عندهم الليله وحده كدير هما قال لك 150 درهم ولكن كينقصوا في الثمن كيخلي لك 120 حتى 130 درهم المهم هادشي اللي كاين انا بما انني بغيت نقضي غرض ديالي هنايا في جمال فنا ونقنع منها ونزور البلايص اللي قريبين ليها قلت صافي ناخذ هاد الاوتيل هذا وكالم ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه قلت ناخذ هنا واحد دو جوغ ولا تروا جوغ ابخي نمشي للاكوا بارك ونمشيو لوريكا نمشيو للاوتيل اللي غادي نحتفلوا فيه بعيد زواجنا ان شاء الله